أهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد، نتحدث فيها عن زيارة التي قام بها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش السوداني إلى القاهرة بالأمس. هي الزيارة الأولى له خارج السودان منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع في شهر أبريل الماضي. هذه الزيارة أكدت على ثوابت العلاقات المصرية السودانية وثوابت الموقفين في الحفاظ على الدولة وإنهاء هذا الصراع، وقف الاقتتال، والحفاظ أيضا على الجيش السوداني والحفاظ على مقدرات الدولة السودانية دون أي تدخل خارجي. نتحدث عن أبعاد هذه الزيارة مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة الأستاذ محمد عز الدين، مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. اسمح لنا نخرج سريعا إلى تقرير سريع ومعكم مشاهدينا نتحدث فيه عن أبعاد هذه الزيارة ونعود لنفتح الموضوع للنقاش. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكدا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصة خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. من جانبه أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصة من خلال حسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، ومعربا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن السودان الشقيق على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل. وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرا في مصر. كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثية حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام. أهلا بكم من جديد أستاذ محمد، كيف ترى هذه الزيارة؟ كما ذكرنا في البداية هي أول خروج للفريق البرهان خارج السودان بعد الصراع. بكل تأكيد لها دلالات كثيرة، إن دلت على شيء فهي في المقام الأول تدل على المكانة الكبيرة والدور الذي تلعبه مصر في تهدئة الصراعات وفرض السلام والتوصل لاتفاقات مع جيرانها وفي المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى الثقل الكبير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمبادرات التي تقوم بها وزارة الخارجية بتوجيهات رئاسية من الرئيس. كافة الاجتماعات التي عقدت سواء اجتماع جدة أو مبادرة جامعة الدول العربية أو الاجتماع الأول الذي عقد الشهر الماضي لدول الجوار كان لمصر دورا محوريا وكبيرا فيها، وبالتالي ليس من المستغرب أن تكون أول زيارة خارجية منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أن تكون زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر، وهذا يدل على المقام الكبير لمصر وأيضا الاستعداد والمبادرة نحو إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة التي ضربت دولة شقيقة وأثارت التكهنات بشأن المستقبل والأمن والأمان ليس فقط في السودان ولكن في المنطقة والقرن الإفريقي بالكامل. طيب، لكن خلال اللقاء الذي تم بالأمس والمؤتمر الصحفي كان هناك تأكيدات على ثوابت الدولتين في حل أو رؤيتهم لحل هذا النزاع، أهم هذه الثوابت؟ أهم الثوابت هو الحفاظ على الدولة الوطنية السودانية،
وأيضا من الأمور الهامة الأخرى وإن كانت سياسية وخاصة بالشأن السوداني، تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني على أن ليس هناك مطامع في السلطة في السودان، ولكن هناك ضرورة لاحترام مؤسسات الدولة وعدم الخروج أو التمرد عليها والحفاظ على وحدة أراضي السودان وعدم تعريض أهالي السودان للمخاطر التي رأيناها سواء بالنزوح أو بنقص المواد أو حتى بتهديد حياتهم واستقرارهم. الأمر هنا لا يتعلق فقط بتمرد أو خروج بعض الأطراف في السودان على السلطة الشرعية، ولكنه أيضا يتعلق بأمن وأمان وسلامة المنطقة. أيضا كان هناك تقدير كبير للدور الذي لعبته مصر والحفاظ على السودانيين واستضافتها لأشقائنا من السودان وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بانتقالهم وعدم معاملتهم كلاجئين. هذه الأمور تحمل الكثير من الود والتقدير لدور مصر و التوجهات الرئاسية من السيد صحيح. الرئيس. طيب نتحدث بقى قليلا أو نحلل ما يحدث في الداخل السوداني. عبد الفتاح البرهان لأول مرة منذ اندلاع الصراع يتحرك بحرية في المدن السودانية، يصل إلى بورت سودان، وحتى أنباء عن أنه يعتزم تشكيل حكومة تصريف أعمال أو حكومة طوارئ من هناك، يعني هي أنباء ليست مؤكدة، لكن إلى أي مدى يعكس ذلك يعني قوة في موقف الجيش السوداني الآن؟ هل تقرأها هكذا؟ بكل تأكيد إذا قرأناها ميدانيا، أولا استراتيجيا وميدانيا، حقق الجيش السوداني السيطرة الكاملة على إدارة المدرعات والمنطقة الرئيسية في الخرطوم. هذا يعني أن العاصمة ستكون أمنة إن شاء الله، وأن السودانيين سيكونوا أمنين ويطمئنون للسلطة المركزية الشرعية المتمثلة في مجلس السيادة في السودان. هذا أمر. الأمر الآخر هو الانتصارات العسكرية ودحر قوات التمرد والقوات التي تهاجم الجيش السوداني أو تنتهك حرمات المواطنين وأموالهم وأرواحهم وممتلكاتهم وتعرضها للخطر. هناك أيضا تراجع كبير، وأيضا هناك عملية نقول عليها نقص في الإمدادات اللوجستية للقوات التي تحارب الجيش السوداني، وبالتالي تأثرت كثيرا على الأرض، بالإضافة إلى ضعف الموقف التفاوضي والمطالب الغير معقولة من الطرف الآخر الذي يحارب الجيش السوداني. وبالتالي فإن المجتمع الدولي يتجه لتغيير النظرة نحو الحرص على استمرار الأوضاع الحالية وعدم الخروج عليها، نحو تحقيق التهدئة أولا، ثم البدء في مفاوضات سلام، ثم وإن مرت مرحليا كما تفضلت وذكرت بإمكانية تشكيل حكومة لتسيير الأعمال سواء كانت تكنوقراط أو حكومة أزمة أو إدارة أزمة كما يحلو للبعض أن يسميها، وهذا الأمر أيضا أمر وارد. الأمر هنا يعكس سيطرة ميدانية بالإضافة إلى الدعم الدولي الكبير بعد أن حصلت الجولات التي قام بها البرهان في أنحاء السودان ولقائه بالمواطنين والتجول حرا. هذا يعني أن الأمر يعكس نوعا من الأمان المتعلق بالأوضاع طيب هناك. ما الذي تغير في المعادلة منذ شهر أبريل حتى الآن؟ هل التغير في الوضع الميداني والعسكري بمعنى سيطرة الجيش السوداني على أماكن أكثر داخل السودان، أم التغير في الموقف السياسي تجاه طرفي الصراع في الداخل؟ الأمر يجمع بين الاثنين، ولكن الأمر هنا هو أن عنصر المفاجأة الخروج على السلطة بعد أن كنت جزءا كبيرا، بل كنت قوات النخبة، أتحدث هنا عن قوات الدعم السريع، وأتمنى أن يسود صوت العقل بالنسبة لمعسكر دقلو وتعود الأمور كما كانت ليبدأ الاندماج الحقيقي لهذه قوات النخبة، وهي من السودانيين والمحاربين الأكفاء، ولكن مع زيادة تسليحهم وتنوعه وزيادة التدريبات كان هناك عنصر مفاجأة للجيش السوداني. الجيش السوداني بالطبع له الغلبة ميدانيا، ولكن الأمر تحول في البداية لإثبات موقف وتحركات وهجمات مبدئية حققت مواقف يمكن أن تؤدي إلى أمور تفاوضية، ولكن مع استمرار الدخول في مناطق عسكرية ومحاولة احتلالها والاستيلاء عليها هنا تغيرت وظهرت المعادلة بالكامل. الأمر هنا هو
ما أسماه البرهان هو تمرد على السلطة وتمرد على الجيش، وهذا الأمر يجب أن يواجه بحزم، أو أن تعود الأمور لنصابها ويعود القوات لعما كانت عليه وتبدأ المرحلة الانتقالية. ليس فقط هذا فحسب، ولكن كما تفضلت وذكرت هناك تغير في الموقف الدولي بعد عدم قدرة واتضاح عدم قدرة سيطرة قوات الدعم السريع أو تمكنها حتى من مفاصل الدولة، وكل ما يحدث الآن هو خسائر للدولة السودانية ومحاولة صراع أو إزهاق أرواح أشقائهم من السودانيين، وبالتالي الأمر اختلف. حتى بعض الذين لم يكون لهم موقف في البداية بدأ الأمر الآن يتغير، وبدأ الحديث عن استبعاد هذه الأزمة أو حصرها في مساحات محدودة، ثم البدء في تنمية الدولة أو استعادة ما فقدته في الأيام الأخيرة. طيب، هو في مقابل ظهور البرهان الأخير وتجوله بحرية، وهو مصرح وقال أنه ليس نتيجة تفاهمات أو صفقات ولكنه نتيجة انتصارات حققها الجيش، في المقابل قائد قوات الدعم السريع لا يظهر كثيرا وتحدث عن مبادرة في نقاط محددة، هي تشكيل دولة فيدرالية، جيش يبتعد عن السياسة، والوصول إلى تفاهمات توقف الاقتتال. كيف ترى هذه المبادرة وكيف يمكن أن يتلقاها الطرف الآخر؟ أعتقد أنها بعيدة قليلا عن الواقع أو صعوبة تطبيقها إذا ما تحدثنا بالسياسة بعيدا عن أرض العمليات أو الواقع العسكري الذي فرضته قوات الجيش السوداني. الأمر هنا يتعلق بمناورة سياسية أعتقد أنها لا تعدو أكثر من ذلك، وأيضا صعبة التطبيق، وليس هناك الدعم الدولي الكامل. نعرف في أفريقيا عموما وليس فقط عند الشقيقة السودان هناك تدخلات خارجية في بعض الأمور، سواء بالحصول على أسلحة، سواء بالدعم السياسي، سواء بدعم أو الاستعانة بالمقاتلين الأجانب، سواء حتى التحالف أو التغاضي عن بعض التحالفات تحت الطاولة مع قوات تصنف بأنها ذات أيديولوجيات دينية متطرفة أو بمعنى أصح جماعات إرهابية. الأمر هنا يتعلق بإمكانية تطبيق هذه المبادرة السياسية على الواقع وعلى الأرض. أرى أنها بعيدة تماما حتى عن الأصدقاء. هناك أيضا من يدعم أو من يسعى، وإن كانت بعض المواقف غير معلنة، لاستمرار الأوضاع الحالية في السودان، سواء سعيا وراء تقسيم دولي أو لعب أدوار جديدة، أو سعيا وراء إبقاء المنطقة على شفا حفرة تقترب من الإرهاب والاضطراب، وبالتالي تكون بؤرة لتصدير الإرهاب والتوتر في المنطقة ككل وليس فقط في السودان. طيب، يعني تفكير الجيش السوداني أو مجلس السيادة السوداني في أنه يشكل حكومة تصريف أعمال أو حكومة طوارئ، حكومة أزمات، هل يمكن أن يكرس الانقسام داخل السودان؟ لأنه إحنا رأينا هذه التجربة في ليبيا، رأيناها في فلسطين، ما هو مصيرها في حال تمت؟ أعتقد أن في الوقت الحالي هناك معارضة كبيرة، ولن أسميها معارضة، دعني أقول لا يوجد اتفاق كامل أو يمكن أن يمرر هذا الرأي بالكامل. القوات، عفواً، الجهات المدنية أو التي تشكل الضغط السياسي داخل السودان ليست راضية بالكامل على هذا الأمر، وتعتقد أن الحل يجب أن يكون أولاً وقف الاقتتال ثم البدء في المراحل المتعلقة بالمسار الديمقراطي، وبالطبع في أولها تشكيل حكومة أو على الأقل تسيير الأعمال بالاتفاق بين الأطراف. ويرون أن حالة التوتر والاقتتال واستمرار الاشتباكات سواء في محيط العاصمة الخرطوم أو في منطقة دارفور وبعض المناطق الأخرى، الجيوب التي تتحصن بها قوات الدعم السريع، يرون أن استمرار هذا الوضع الشائك لا يسمح أولاً بتشكيل حكومة مستقرة، ثانيا بعدم التمثيل الملائم لهذه القوة في الحكومة، وبالتالي فأنهم يعارضون هذا الأمر. طيب، حينما يقول البرهان بالأمس أنه يرفض التعامل مع هذه المبادرة من قوات الدعم السريع، وأنه لن يسقط القتال حتى يتم تطهير الجيش من كل أو الدولة من كل المتمردين، هل يعني هذا أنه حتى مبادرات وقف إطلاق النار قد يعني
يعني يرفضها الجيش السوداني، مع انه يريد تطهير وليس وقف اقتتال وان يبقى الحال على ما هو عليه؟ البرهان وله الحق في ذلك يتحدث أولا من منطق الشرعية، ثم ثانيا من منطق القوة على الأرض والانتصارات العسكرية أو استعادة بعض الأوضاع التي تراجعت بفضل المباغتة، وأسميها هنا المباغتة والمفاجأة التي فاجأت بها قوات الدعم السريع المناطق التي توجد بها الوحدات الجيش السوداني. هذا أمر منطقي وطبيعي للغاية. الأمر هنا يتعلق ب هل يمكن تطبيق مثل هذه المبادرات السياسية على أرض الواقع، خاصة مع بعض المعارضة المتعلقة بالأطراف السودانية؟ الأمر هنا يحتاج لمزيد من المشاورات أو تدخل أطراف يمكنها إعطاء بعض الوعود لقوات الدعم السريع، أولا بعدم الملاحقة، ثانيا بعدم تجريدهم من السلاح، ثم البدء في مرحلة مقبلة في إدماجهم، أو قد يكون لا قدر الله هناك مراحل أخرى قد لا تتوائم مع وحدة السودان، ولا نتمنى هذا الأمر بالطبع. طيب، عن قوات الدعم السريع، برأيك ما سبب تراجع قوتهم أو قدرتهم على السيطرة على أماكن في السودان؟ وهل يمكن الربط بين ذلك وبين مثلا وفاة بريغوجين قائد قوات فاغنر، في ظل الحديث عن علاقات بينهم ودعم لقوات الدعم السريع بالسلاح أو بالقادة إلى غير ذلك، أم الربط بعيد؟ هو ليس بعيدا، ولكن لا يوجد إثباتات على أرض الواقع. الجميع تحدث، ولكن قد تكون هناك بعض من تسريب الأسلحة، وليس عن طريق السودانيين ولكن عبر قوات أو أخرى أو جيوش أخرى أو مقاتلين أو اتفاقات فيما بين قوات فاغنر. نعلم أنها متوغلة في القارة الأفريقية ولديها العديد من المصالح السياسية والعسكرية بل والاقتصادية أيضا، وهي تسعى وراء الذهب كما يعلم الجميع. وبالتالي فأن هذا الأمر قد يكون مؤثرا، خاصة إذا لم يكن هناك تراتبية أو ما أعنيه القيادة هنا في هذه القوات أو الجهة التي تدعم قوات الدعم السريع بالذخائر، خاصة أن استمرار القتال ليس في صالح قوات الدعم السريع، وبالتالي فهي معرضة لخسائر فادحة أو للإبادة إذا ما استمر هذا الحال دون الحصول على الدعم والاحتياطي الاستراتيجي سواء العسكري والدعم الذي تتلقاه من الخارج. طيب، التعامل الدولي مع المستجدات الأخيرة، السيطرة الأكبر للجيش السوداني أو في موقف أقوى الآن، ما مصير بقى كل المبادرات السابقة وكانت آخرها آلية لدول جوار السودان واللجنة التي انبثقت عنها للتحاور مع الطرفين؟ هل يعني تعدل هذه المسارات كلها وفق المعطيات الجديدة؟ دعيني أقول شيئاً وبكل وضوح. عسكرياً النصر على الأرض لقوات الجيش السوداني كمحرر عسكري سابق أكثر من 10 سنوات نعلم هذا جيداً. استراتيجياً لا يمكن هزيمة قوات الجيش السوداني إلا باعتداء خارجي قوي، وهذا الأمر مستبعد بالطبع. الأمر الآخر هو عدم وجود الإمدادات الكافية لقوات الدعم السريع للاستمرار في القتال، بالإضافة إلى الضغط النفسي والضغط الدولي وتقلص فرص استمرار الدعم الخارجي مع استمرار تحقيق الانتصارات على الأرض لقوات الشرعية أو قوات الجيش السوداني، وبالتالي استمرار سيطرة مجلس السيادة السوداني. المشكلة الحقيقية هنا هو مشكلة فيما يتعلق بالمسار الديمقراطي أو الحل السياسي في المرحلة المقبلة. طالت وقصرت هذه الاشتباكات أو هذا التمرد كما يسميه سيد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، كما يسميه هذا الخروج عن الشرعية والخونة كما يسميهم، طالت أو قصرت، فالأمر محسوم لقوات الجيش السوداني. أما علاقة الجيش السوداني أو من يمثله في مجلس السيادة الانتقالي بالمراحل الديمقراطية المقبلة والحلول السياسية، فهذا الأمر يحتاج للكثير من المباحثات والتدخلات، وأيضا الأطراف الدولية التي تدعم التهدئة واستمرار السلام والوصول لحلول ديمقراطية ووقف الاقتتال، وفي مقدمتها مصر.
طيب، ينضم إلينا في إطار المناقشة حول هذا الموضوع عبر الهاتف السفير إبراهيم الشويني مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير، كيف يمكن يعني دبلوماسيا وفي إطار دائرة الأمن القومي المصري الهامة جدا للسودان ولإفريقيا والسودان كدولة جوار وامتداد لأمن مصر، هذه الزيارة والرسائل التي خرجت منها ربما إلى الطرف الآخر في هذا الصراع وإلى الدول المهتمة بما يحدث في السودان؟ طبعا الحقيقة هذه الزيارة زيارة في منتهى الأهمية، لأنها زيارة البرهان قائد الجيش السوداني، والجيش السوداني شقيق بالجيش المصري، يعني السودان ومصر شعب واحد في دولتين، وبالتالي فإن هذه الزيارة يعني يراها الصديق الأول البرهان أنه يزور أخوه وشقيقه ويطلب منه المناصرة ويطلب منه المؤازرة. فهذا امر مهم جدا، ومصر بطبيعه الحال ودائما لا تتخلى اطلاقا عن السودان، ويهمها اقرار مسائل الامن، وانا اكاد اشعر بان هذه الزياره دليل على اتجاه الاوضاع الى الاستقرار في السودان، ومع دفعه قويه من مصر ستستقر الامور لقياده الجيش السوداني، وسيكون هناك مستقبل مهم للسودان، وبعدها يجلس الفرقاء في السودان الحديث حول مستقبل السودان، مستقبل السودان كيفما يريدون، مستقبل يعني ديمقراطي بالشكل الذي يراه السودانيون، ومصر تعين السودانيين وتقبل لجوارهم كما يريدون، يعني لا تفرض عليهم حلا، ولكن تقبل الى جانبهم الى جوارهم وتشد من ازرهم. طيب سيد سفير، الحديث عن اتفاق مصر والسودان على ثوابت تجاه هذا النزاع، طبعا الحفاظ على الدولة الوطنية، رفض أي فكرة للتقسيم طرحتها قوات الدعم السريعة في إطار ما يعرف بفيدرالية جمهورية فيدرالية إلى آخره، وتفاهمات أيضا بخصوص الجيش وإدماج يعني بعض من ميليشيات قوات الدعم السريعة، كيف ترى التفاهمات المصرية السودانية حول هذه النقاط؟ هذه التفاهمات المصرية تريد مصر دائما أن يكون الجيش السوداني جيش قوي ومتفاهم ومتناسق، وقد دخلت قوات الدعم السريع في 2003 في وقت صعب جدا جدا، تقف إلى جوار استعان بهم الرئيس السابق البشير لكي وقاموا مجازر ومآسي كثيرة جدا في غرب السودان، ولا توجد لهم شعبية، لهم شعبية، واندماجهم في الجيش السوداني سيتم اندماج من يكون صالحا، لأنهم ليسوا دارسين وليسوا خريجي كلية الحربية أو لهم خبرة، لهم خبرة فقط في الجيوش النظامية، نعم، في غير الجيوش النظامية، وبالتالي فإن فرصة وقوف مصر إلى جانب القوات المسلحة السودانية فرصة مهمة جدا، لأن الجيش السوداني جيش يحفظ السودان ويحافظ عليه ويدعم السودان، نحن ندعم السودان كجيش وكشعب، ومصر استقبلت أكثر من 300 ألف سوداني يعيشون هنا، ونراهم بعيوننا في السوق وفي كل حركة من حركات الحياة هنا، ويدخلون المدارس ويذهبون إلى المستشفيات وفي وسط أهلهم، فمصر لن تقف إلا إلى جوار القوات المسلحة السودانية التي تحمي السودان. نعم، شكرا جزيلا سيد سفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. طيب، الحديث الفريق البرهان عن التزام القوات المسلحة بالسعي لإقامة فترة انتقالية حقيقية، يعني في ظل هذا الصراع وفي ظل هذه الحرب الدائرة، الحديث عن مستقبل السودان المدنية التي من أجلها ثار السودانيون على نظام البشير، ولكن طبعا فترات صعود وهبوط وعدم استقرار شهدتها السنوات الأخيرة، هذه الرسالة للسودانيين أن الحلم السوداني ربما لم ينتهي بعد، صحيح؟ بكل تأكيد، مجرد البداية، حالة الاطمئنان التي دخل فيها البرهان أو الجيش السوداني والمتابعين الاستراتيجيين
تحقيق انتصارات حقيقية وعلى الأرض وإمكانية سحق القوات الدعم السريع، ولكن سيكون هناك ثمن غالي جدا من بين المواطنين السودانيين، لأن بعض هذه القوات أو معظمها تحصن وسط المناطق المدنية والمواطنين العزل، وبالتالي ستكون هناك خسائر كبيرة. كما ذكرت في السابق، حسم أمر الصراع العسكري أو الاشتباكات لأنها لا ترقى لحرب حقيقية، أعتبر أنه خروج بعض الوحدات أو بعض الميليشيا كما يحلو للبعض من المتابعين أن يسميها عن السلطة المركزية، وبالتالي هذا الأمر أمر وقتي. الأمر هنا هو أن هناك مبادرة حقيقية والخروج ومحادثة المواطنين وأيضا الخروج الخارجي والجولة الخارجية التي بدأت بمصر، تعني أن هناك استعداد حقيقي من مجلس السيادة السوداني لحل هذه الأزمة والتراكمات التي لم تسير على ما يرام في الفترة السابقة. وكان من المفترض في شهر أبريل الماضي أن يكون هناك إدماج لقوات الدعم السريع في القوات المسلحة ثم البدء في المرحلة الانتقالية، ولكن الصراع بدأ لأن تم رفض هذه المبادرة ورفضت القوات تسليم أسلحتها والدخول طوعا تحت أمرة الجيش السوداني والبدء في المرحلة الانتقالية، حتى وإن كانت هناك فرص لترشح دقلو سياسيا، ولكن نشوب هذا الصراع العسكري والخروج عن الشرعية يجعل من الأمر ليس مستحيلا ولكنه من الصعب الحدوث حاليا حتى في المستقبل، لأنه سيعتبر خارج عن القوات المسلحة، والقوات المسلحة أو الجيش السوداني هو الذي يفرض الأمن والأمان في السودان في الأوقات الصعبة، ورأينا ذلك على مدار السنوات الماضية، حتى عندما ثار الشعب السوداني على عهد البشير الذي تراجع بدولة السودان الشقيق وتسبب في تقسيمها وتسبب في تراجعها على سلم الأولويات الاقتصادية أو كدولة لها مستقبل اقتصادي بالرغم من كل المزايا الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها، إلا أن الشعب السوداني لم يجني منها إلا ويلات الحروب والتحكم الكبير، بل استعانة بأيديولوجيات مثل جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المقاتلين الأجانب سواء كانوا من تشاد أو من غرب أفريقيا. الأمر هنا يتعلق بمبادرة حقيقية من جانب مجلس السجادة الانتقالي السوداني ممثلا في الفريق البرهان، وبالتالي أعتبر أن هذا الخروج النادر أو البدء في الظهور وإبداء الاستعداد للحل الديمقراطي يعني الكثير، وخاصة بالنسبة للأمم المتحدة ودول الجوار وأيضا الجامعة العربية التي تدعم كل جهود التسوية والتهدئة في المقام الأول ثم إحلال السلام والبدء في المسار الديمقراطي. قد يعتقد البعض أن هذه الزيارة قد تبدو دعائية، ولكن أعتقد أنها ليست كذلك، وأنها تعبر عن الاستعداد الحقيقي للتحرك السياسي بعد أن اطمأن استراتيجيا، وأقول استراتيجيا، بحسم المعركة سواء في الأيام المقبلة وحتى الأيام والأسابيع والشهور المقبلة، حفاظا على حياة السودانيين وليس عدم القدرة على إنهاء الصراع بشكل سريع. أعتقد أنها مبادرة جيدة من الفريق البرهان، ونتمنى لها التوفيق وأن يكون هناك دعم أكبر من باقي الدول التي سيزورها البرهان سواء لتقديم المساعدات الكافية للسودان لتجاوز هذه المرحلة أو بالدعم السياسي والدولي في المنصات الدولية. طيب كيف سيحسم الصراع برأيك؟ يعني وقف الاقتتال والتفاوض ولا السيطرة العسكرية وبعدها التفاوض؟ هناك سيناريوهات، دعيني أبدأ بالعسكرية وهي المرجحة هنا، قد لا أقول تنتهي ولكن قد تستسلم القوات أو تهزم هزيمة ساحقة على الأرض، وهذا الأمر مسألة وقت، أو قد يتم اغتيال دقلو أو وفاته بشكل طبيعي، وبالتالي فإن السلطة والتراتبية في القوات ليست مركزة وليس لها هيكل، وبالتالي تنتهي الأمر تماما بشكل سريع للغاية، أو أن يكون هناك مبادرات و
سياسية واقتصادية وتطمينات في مرحلة ما، سواء بالخروج الآمن أو حتى بتقديم بعض المزايا والحفاظ على الدولة السودانية والخروج من المشهد العسكري، على أن يكون قد يكون هناك فرصة للدخول في المشهد السياسي مرة أخرى، ولكن شخصيا أستبعد حدوث ذلك. طيب، هيك قلت أنه ما يحدث في السودان هو أمر وقت، يعني الانقلاب الذي قامت به قوات الدعم السريع حتى لا تتم الأمور في المرحلة الانتقالية كما تم الاتفاق عليها، لكن هذا الأمر الوقتي ما حدث، ما يحدث الآن، إلى أي مدى سيؤثر على مستقبل السودان؟ هل سيؤخر الخطوات الفترة الانتقالية؟ هل سيؤثر اقتصاديا، عسكريا، يعني حتى اجتماعيا على الشعب السوداني؟ التأثير الاجتماعي للأسف وليس أتيا من فراغ، بل هو استمرار لحالة عدم التوافق منذ سقوط نظام البشير، والاختلاف هو السمة القائمة وعنوان المرحلة في الشقيقة السودان. وبالتالي فإن ما يحدث حاليا من تراجع سريع للأوضاع الاقتصادية والنزوح الكبير له خلفيات تاريخية عبر السنوات الماضية وليس وليد اليوم واللحظة، وبالتالي فإن الأمر هنا يتعلق بإحساس المواطن السوداني أو كافة الأطراف بأهمية وحدة السودان. على المعسكر الآخر لا أرى هذا الأمر متوفرا الآن، الأمر يتعلق ب، لا أريد أن أسميها مكاسب فئوية، ولكن الأمر يتعلق بتحقيق انتصارات لم يعد سياسيا ممكن تطبيقها على الأرض، وبالواقع لا يمكن تطبيقها عسكريا. الجيش السوداني قوي ولديه القدرة على حسم القتال، المسألة مسألة وقت، ولكن الأمر هنا يتعلق بالمستقبل السياسي للأطراف والسودانية والجهات السياسية والأحزاب والتكتلات السياسية والمهنيين وغيرهم من قوى التغيير. الأمر هنا سيكون معقدا بعض الشيء إلا إذا كان هناك تدخل خليجي أو سعودي وإماراتي بمعنى أصح لتطمين الأطراف ووضع بوتقة أو بداية حقيقية للإطمئنان الاقتصادي، وأقول الاقتصادي هنا الأول، ثم التمثيل الحقيقي لكافة الأطراف في مرحلة الانتقالية بعد انتهاء هذا النزاع الذي نتمنى أن ينتهي في أقرب وقت للسودان الشقيق. طيب، لكن هل يعني كما ذكرت حضرتك هناك أطياف كثيرة، رؤى متعددة ومختلفة ربما، بكل تأكيد. لكن ما يحدث الآن هل هو درس للسودانيين، بمعنى تجاوزوا المراحل الانتقالية، تجاوزوا الخلافات، ضعوا نظاما حتى لا ينقسم السودان، يعني الكل شاهد ما تعاني منه السودان للأسف الآن. للأسف كان الاختلاف كما ذكرت عنوان المرحلة، وبالتالي انتهزت قوات الدعم السريع الفرصة في محاولة للقفز على المشهد السياسي، متصورة أن لديها خلفية عسكرية أو إمكانيات عسكرية تؤهلها لهذا الوضع، أقول هنا السياسي الجديد، ولكن هذا الأمر صعب التطبيق، ولا أريد أن أقول من غير الممكن تطبيقه إلا بتدخل خارجي عسكري على السودان، وهذا الأمر لن يحدث، والسودانيون لديهم القدرة على ردع أي عدوان، بالإضافة إلى من أن مصر لن تسكت على أي اعتداء على شقيقتها السودان، وأي تعدي على السودان أو الجيش السوداني هو في النهاية تعدي على الأمن القومي المصري، وبالتالي هذا الأمر محسوم. الأمر هنا متعلق بالمستقبل السياسي للسودان واستمرار الأوضاع الاقتصادية المتردية وعدم البدء في مرحلة لجني الثمار الاقتصادية، أو البدء على الأقل في تهيئة الفرصة لظروف أفضل اقتصاديا واجتماعيا للسودان. الأمر معقد ويحتاج للتعقل من الجميع بعد أن تنتهي هذه المشكلة، وأتوقع أن تنتهي الاشتباكات العسكرية أو أن تظل محصورة في إقليم ما أو في مكان ما تتحصن فيه هذه القوات. أما الأزمة السياسية السودانية فهي مرشحة للاستمرار في الفترة المقبلة. إعادة الإعمار مرحلة تالية بالتأكيد، يعني بعد انتهاء هذا النزاع العسكري، وتحتاج السودان إلى الكثير بعد الدمار الذي شهدناه في مناطق كثيرة جدا. بكل تأكيد دعيني أقول أن مصر تضع نصب أعينها هذا الأمر بقوة. تم الاتفاق على تسيير رحلات لشركة مصر الطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر إلى بورت السودان في الشهر المقبل. هذا الأمر يعني أن هناك
اتفاق وإحساس بالأمن والأمان وإعادة الاتفاق. أيضا هناك مفاوضات فيما يخص السيارات العالقة على الحدود لضمان حصول الأشقاء السودانيين على احتياجاتهم الغذائية وغير ذلك، بالإضافة إلى الدعم السياسي الكبير الذي تقدمه مصر للسودان وللجيش السوداني ممثلا في البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ليس فقط الدول البعيدة ولكن أيضا حتى الدول القريبة والتي ترتبط مباشرة بالأمن القومي المصري وفي مقدمتها السودان. هناك حاجة لإعادة الإعمار، وأعتقد أن نجاح هذه الزيارات أو الزيارة الخارجية وإمكانية تصدير الصورة أو الحقيقية للرغبة في الحل السياسي في المقام الأول، أولا وقف العمليات العسكرية والالتزام بذلك، ثم البدء في مرحلة تهدئة وقياس الأوضاع لاستمرار أو تسيير الأعمال، وأقول هنا تمثيل القوى السياسية المختلفة في الحكومة السودانية التي قد تكون أقرب مما يتصور البعض، ثم البدء في مرحلة محاولة التكتلات الاقتصادية والاتفاقات التي تكفل أولا دعم استقرار السودان وتوفير المقدرات الغذائية والأمن والاستقرار الداخلي، ثم البدء في مرحلة الاستثمار وإعادة الإعمار ووضع السودان على ما يستحقه بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها والتي أنهكتها وأهلكتها للأسف أنظمة مثل نظام البشير والصراعات بين الأشقاء في الشقيق السوداني. شكرا، شكرا جزيلا أستاذ محمد عز الدين مدير تحرير جريدة الأهرام على وجودك معنا في هذه الحلقة من المشهد. شكرا جزيلا أستاذ محمد. أشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في حلقتنا اليوم، إلى اللقاء.